نرجع معاكم لفقراتنا، وانه بالرغم من انه زياده اعداد الاصابات اليوميه اللي احنا بنشوفها بتتسجل بفيروس كورونا المستجد او هذا العدد من الاصابات، في برضو عندنا الحمد لله زي ما قلنا اعداد واضحه من المتعافين اللي بيخرجوا كل يوم. اكيد نسبه الشفاء او ارتفاع معدل الشفاء او ان احنا يبقى عندنا كل يوم الحمد لله بنشوف اعداد بالمئات، ده بيخلينا نقول انه مصر ماشيه على خطوات ثابته في مواجهه هذا الفيروس. مصر كمان بتشوف ايه اللي بيحصل في العالم، الناس بتتعالج ازاي، طيب البروتوكول بتاع العلاج، طب البلازما، طيب العالم كله كمان دلوقتي بيدور على لقاح لفيروس كورونا بما فيهم مصر، وده اللي يطمنك. احنا ماشيين مع العالم خطوه بخطوه، في تجارب، في ابحاث مصريه للوصول للقاح مصري ان شاء الله باذن الله، في تغيير كل وقت بيحصل فيه بروتوكولات العلاج. عشان كده النهارده كل ده هنتكلم عنه بالتفصيل زي ما قلت لحضراتكم، ايه اللي وصلنا له، وصلنا لحد فين. ناس كتير جدا بتقول لك احنا في مرحله الذروه دلوقتي، او الوضع الوبائي في مصر اخباره ايه، او مع ارتفاع الاعداد دي نقدر نقول ان احنا وصلنا للمرحله الكبيره فنبتدي نطمن، فانه ان شاء الله باذن الله الاصابات تقل. طب العلاج بالبلازما المتعافين وصل لحد فين؟ طب الاسئله كتير كمان اللي ليها علاقه بفصائل الدم، ودي اللي ملخبطه عدد كبير من الناس. خلينا نقول ان احنا يعني في امور كتيره ساعات بنبقى مشوشين شويه، والتشويش ده امر طبيعي لانه فيروس مستجد. عشان كده كل ما بيحصل جديد احنا كمان بنتابع مع حضراتكم ايه الجديد. احنا بينضم الينا عبر كاميرا اكسترا نيوز ضيفنا في هذا الصباح الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا بوزاره الصحه. صباح الخير على حضرتك يا دكتور. صباح الخير عليكي وعلى كل مشاهدينك، صباح الخير على مصر كلها. اهلا بحضرتك. خليني في البدايه دكتور نبدا بكام خبر ايجابي، واحنا متابعين مع حضرتك جدا التطور اللي بيحصل. مصر بتتصدر منطقه الشرق الاوسط ويمكن افريقيا، وكانت في المركز الاول من حيث الابحاث الكلينيكيه اللي يعني او اللي بتقول انه ان شاء الله باذن الله مصر بتعمل في هذه الابحاث فيما يتعلق بلقاح لفيروس كورونا. عايزين نعرف من حضرتك في البداية وصلنا لحد فين فيما يتعلق بالأبحاث اللي تم تقديمها. خلينا نقول إن عندنا في مصر كمية من العلماء يعني إن شاء الله تقود العالم، لكن خلينا نطمن كل المصريين إن إحنا مش عندنا بس أبحاث على اللقاحات، إحنا عندنا أبحاث على اللقاحات وعلى الأدوية كويس، وإن كل دي أبحاث في مراحل السريرية، جايز ابحاث الادويه سابقه شويه ابحاث اللقاحات، وده شيء طبيعي على مستوى العالم، لان خلينا نقول برضو ان الاساس في الدواء ثم اللقاح، لان احنا عشان نسيطر على هذا الوباء لازم هيكون عندنا ثلاث محاور اساسيه. المحور الاساسي منع الانتشار، وده عمل مجتمعي كامل، ثم يجي الدور الطبي في شيئين اساسيين، الدواء الشافي باذن الله، وهو ده اللي هيقضي على هذا الوباء ويقضي على هذه الازمه ويؤدي الى ان المجتمع كله يعيش في امان، ثم اللقاح علشان ندي مناعه ان ما يحصلش اصابه اخرى. احنا ابحاثنا ماشيه كويس، جايز ابحاث الادويه سابقه كتير ابحاث اللقاحات، وان شاء الله الادويه تبقى في خلال اسابيع قليله او اشهر او شهر، يعني اشهر قليله، لكن ابحاث اللقاحات شويه قدامها من يعني 5 ل 6 اشهر، يعني على اخر السنه دي او اول السنه الجايه ان شاء الله يكون اللقاح موجود. طيب خليني يا دكتور يعني اخد مع حضرتك الجزئيه الاولى زي ما حضرتك ذكرت، وهي المتعلقه بالادويه. احنا بنسمع كل يوم عن تعديل في بروتوكول العلاج، وده لانه فيروس مستجد وبالتالي لا يوجد حتى الان عقار محدد او علاج محدد لهذا الفيروس. يعني يمكن انا شايف انه خبر ايجابي ان حضرتك بتقول انه ممكن في خلال اسابيع او شهر او شهرين على الاكثر يكون لدينا علاج محدد. يعني هل هيكون في علاج واحد ولا مجموعه من الادويه اللي بتتاخد مع بعض حسب درجات الاصابه او حسب حاله كل مريض؟ خلينا نقول اللي موجود عندنا دلوقتي هي بروتوكولات علاجيه. كلمه بروتوكولات علاجيه هي مجموعه من الادويه تؤدي الى نتيجه فعاله، لكن عشان اقول دواء فعال يبقى انا بتكلم على دواء معين واحد المريض بيتلقاه، يعني يكون فيه نسبه شفاء اكتر من 80 ل 90%، دي كلمه دواء.
فلو حضرتك هنتكلم على مجموعه من الادويه يبقى هي الوضع الحالي اللي احنا فيه اللي هو بروتوكولات، لكن انا بتحدث عليه ان في الفتره القريبه هيبقى في دواء فعال. يعني انا بتكلم على دواء واحد المريض يعني يتعاطاه يعني يتم الشفاء تماما باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله. هنتكلم على دواء فعال يعني دواء واحد فقط لا غير فعال هو اللي ان شاء الله باذن الله هيكون اللي بيتعاطى هذا الدواء بيتم شفائه على خير، مش مجموعه بروتوكولات العلاج. وعنده خبر ايجابي جدا يا دكتور، لكن خليني برضو ارجع مع حضرتك فيما يعني الحديث عنه حوالين العالم كله، وهو بتصنيع هذا اللقاح من جامعه اوكسفورد، وانه حتى الان يمكن بيقولوا انه نسبه الوقايه او انه هذا اللقاح واقي بنسبه مثلا وصلت في عدد من الابحاث ل 90% وربما 100% كوقايه من الاصابه. احنا هنا في مصر وضعنا ايه الحالي مع التعامل مع هذا اللقاح حتى تصنيع اللقاح المصري؟ خلينا نقول ان الدوله المصريه دوله قويه جدا، والعالم كله ماشي في مركب واحد او خط واحد زي ما حضرتك قلت. يعني حضرتك المقدمه بتاعتك كانت في منتهى الجمال في الدنيا ان العالم كله في سباق، لكن كله ماشي مع بعضه. اللقاح سواء تم انتاجه في مصر او تم انتاجه على في اي دوله في العالم هيكون متوفر لكل المصريين. مين اللي يسبق مش مهم، لكن المهم ان يكون في لقاح واقي لهذا الوباء، لكن احنا ما نؤكده ان الدواء هيسبق اللقاح. فالدواء هو هيسبق اللقاح في من حيث طرحه لكل العالم مش لمصر بس، فالدواء هيسبق اللقاح، لان احنا دايما بنقول ان اللقاح الان في مرحله التجارب. ثم مرحله التجارب دي بتشوف فاعليه وامان، هل هو فعال وامن وهل ليه مضار ولا لا. لما ده بياخد وقت طويل شويه، لان يعني الوقايه والامان وان المضار طويله المدى ده بتاخد وقت طويل شويه. ثم مرحلة التصنيع، وانا عشان يعني اعمل لقاح يكفي مليارات بتاخد وقت طويل شوية عن الدواء اللي بيكفي المصابين بس، لان اللقاح هياخده السليم والدواء هياخده المصاب. فدي فكرة برضو مهمة جدا. تصور حضرتك كم السلماء على مستوى العالم، انت بتتكلمي على كل سكان العالم، لكن المصابين انت بتتكلمي في حدود 7 مليون. فالدواء توفيره هيبقى اسهل جدا من توفير اللقاح. يعني اذا مصر ان شاء الله باذن الله يعني ربنا يكتب لنا التوفيق ونسبق الجميع في تقديم دواء واحد محدد لعلاج فيروس كورونا ان شاء الله قريب جدا. هنسمع اخبار مبشره جدا باذن الله تعالى. ان شاء الله باذن الله، اكيد كلنا متفائلين مع حضرتك يا دكتور. طيب هرجع، اذا ما تم مثلا صناعه لقاح زي ما حضرتك قلت واحنا مع العالم كله، اذا احنا تاخرنا شويه، هل احنا في الوضع ده هننتظر تجربه هذا اللقاح في العالم بعد كده نقول انه يتم مثلا العمل به في مصر، ام انه ان شاء الله باذن الله بوجود اي لقاح سواء احنا سبقنا او العالم سبق زي ما حضرتك بتتحدث انه يكون موجود في مصر زي يعني في بالتزامن مع كافه دول العالم؟ تجربتنا في هذا الوباء اثبتت قد ايه القياده المصريه والدوله المصريه قويه. مفيش دواء ظهر في العالم الا ما كان في نفس الوقت موجود في مصر. يعني احنا ما سمعناش ان دواء ظهر في اي بلد في العالم والدوله المصريه اتاخرت في استخدامه او لم يستخدم الا في وقت متاخر. فالقياده المصريه والدوله المصريه قويه جدا. لو ظهر اللقاح في اي دوله في العالم وسبقت اي دوله في العالم مصر في حيث دراستها في اللقاح، فاللقاح هيكون في المصريين على شرط واحد، ان تكون ثبتت فاعليته وامانه على المصريين. مش بس الفاعليه، احنا بندور على الفاعليه والامان. لن يكون اي مصري تجربه على اي لقاح، لازم الاول يكون اللقاح مجرب وامن، اتاكد ان احنا هنستخدمه وهنستخدمه في الحال باذن الله تعالى. بشكرك جدا يا دكتور الحقيقه، لان الكلمه اللي حضرتك قلتها يعني مطمئنه جدا، لن يكون اي مصري تجربه. اذا الدوله المصريه لن تتخذ اي قرار بتجربه اي شيء على المصريين، وده فيما يتعلق باللقاح. طب هرجع مع حضرتك يا دكتور لجزئيه اخرى محيره الناس شويه، يعني موضوع فصائل الدم، وحضرتك يعني عالم بهذا الامر. في بعض الاقاويل يقول لك اصل الناس اللي دمهم ايه او فصيله الدم ايه هم الاكثر اصابه، لا ده او فصائل الدم المركبه زي الاي بي هم الاكثر اصابه، لا ده فصائل الدم او هم اقل اصابه. هل فصائل الدم فعلا بتفرق مع من شخص لاخر في انه يصاب بهذا الفيروس ام لا؟
ارجو ان الموضوع ده ما ياخدش اكبر من الحيز بتاعه، لانه غير ذات قيمه. الدراسات اللي اتعملت في هذه النقطه الجزئيه بالذات كدراسات احصائيه وليس دراسات علميه. يعني مثلا احنا في جمهوريه مصر العربيه عندنا اكثر من 40 الف مصاب احصائيا، في نسبه الناس اللي هم اقل عرضه هم اصحاب فصيله دم او. هل دي دراسه؟ دي دراسه مش دراسه، دي احصاء. يعني احنا احصينا المرضى فوجدنا ان الناس اللي اصحاب فصيله دم او اقل اصابه من الاخرين. الدراسات الاحصائيه هي اضعف انواع الدراسات في المجال الطبي والمجال العلمي. عشان كده مش عاوز الناس تبص على الفكره دي بصوره قويه او تنظر لها بصوره قويه او الاعلام يسلط عليها الضوء، ان ممكن يكون لها بعض الاثار السلبيه. انا فصيله دم او يبقى انا اقل عرضه للاصابه، فانا هفقد اجراءاتي الاحترازيه وهمشي بقوه ومش خايف ان انا مش اصاب. او انا فصيله دم اي بي او ايه، يبقى انا همشي لا بهلع وبهزر اصل انا عرضه للاصابه. دي دراسات احصائيه لسه بنحاول نثبت نجد لها نظريه علميه لتفسيرها. عندما يوجد تفسير علمي جيد ساعتها هنبدا نعلنها بقوه وبصراحه. حتى هذه اللحظه كل ما يصار على فصائل الدم هو دراسات احصائيه، فارجو ان احنا ننتظر لما يوجد تفسير علمي قوي لهذه الدراسه علشان نقدر نتكلم عنها. تمام جدا يا دكتور. طيب هرجع مع حضرتك بقى للوضع الوبائي في مصر، يعني مع تزايد هذه الاعداد اللي احنا بنشوفها مثلا وبنشوف انه معدلات الاصابه يعني ماشيه بايقاع اسرع شويه، بنتكلم على شهر مايو، بنتكلم على شهر ابريل، بنشوف مضاعفه في الاعداد. هل حتى هذه اللحظه ما نقدرش نقيم الوضع الوبائي في مصر؟ هل نقول ده احنا في مرحله الذروه؟ لا احنا داخلين عليها، العالم ساعات بيتحدث عن موجه اولى وموجه ثانيه، احنا فين بالظبط يا دكتور؟ احنا من بدايه شهر يونيو من اواخر مايو واحنا بنحذر المصريين وبنقول لهم ان احنا متوقعين ان احنا نوصل لرقم 2000 ل 2500 اصابه. عشان كده لما الرقم زاد امبارح احنا لا احنا ما كناش نحب ان يزيد، وما كناش نحب ان الارقام تتزايد، ما نحبش ان مصري واحد يصاب. لكن احنا من اسبوعين او اكتر من اسبوعين واحنا بنعلن ان احنا اصاباتنا متوقع انها توصل ل 2000 ل 2500. كنا دايما بنقول ان احنا ما فيش حاجه اسمها ان احنا نتوقع نوصل الذروه يوم كذا، الذروه بنعرفها لما نوصل لها، لان دايما الخط البياني للفيروس ان نوصل لاعلى رقم ثم يتم الثبات ثم يتم النزول. امتى نوصل للذروه؟ لما نوصل للرقم ثم نثبت عليه. احنا متوقعين وده توقعات كويس ان احنا شهر 6 هو شهر الذروه في مصر، وان بدايه شهر 7 هو أو أول أسبوعين من 7 هم الأسبوعين اللي هيتم فيهم البلاتوفيز أو الثبات، وفي منتصف 7 تبدأ إن شاء الله النزول. لكن ده على اعتبار واعتبار أكيد، ولازم المصريين كلهم يعرفوه إن ده عشان يبقى أكيد لازم إن احنا لا نفقد للحظة إجراءاتنا الاحترازية. أهم شيء في معادلة وباء كورونا هو منع الانتشار، ومنع الانتشار هو عمل وعي اجتماعي أساساً، والوعي المجتمعي هنا هو الاساس. الحمد لله الحمد لله احنا دلوقتي شايفين في الفتره الاخيره في زياده في الوعي عند المصريين بصوره كبيره جدا، وشايفين ان الاجراءات الاحترازيه اللي خدتها الدوله بدا تفعيلها وبدا القانون يسود، وبدات ان لبس الماسك وهو واحد من اهم الاجراءات الوقائيه اللي احنا بنعتبرها هتمنع انتشار المرض ياخد صوره كبيره جدا، سواء بالقانون سواء بالالتزام والوعي مش مهم، لكن في الاخر لبس الماسك بقى اساسي. ناقص بس حاجه واحده ان احنا نحافظ على المسافه الامنه او السوشيال ديستانس اللي هي عليها شويه خلافات، هل هي متر ونص من مترين ولا هي متر، لكن مش مهم. المهم ان احنا نحافظ على السوشيال ديستانس، لان هو ده اهم معادله واهم ارم احنا بنشتغل عليه. الانتشار انتشار المرض اهم من المرض نفسه. جايز متخوفين مش من الثانوية العامة كثانوية عامة، لأن احنا عارفين إن الدولة المصرية قوية وبتخاف على كل فرد فيها، فما بالنا بشبابنا، وإن اللجان بتاع الثانوية العامة هتبقى مؤمنة جدا ومعقمة تماما. لكن احنا بنخاف دايما لما نفقد سيطرة الدولة يبدأ بقى سيطرة المجتمع. خروج الطلاب من الامتحان وتجمعهم عشان يراجعوا الامتحان، طبعا انتظار أولياء الأمور خارج اللجان، دي كلها مش مسؤولية دولة، دي مسؤولية مجتمع.
طبعا. مش لازم ننتظر عشان نراجع كلنا الامتحان مع بعض، مش لازم اولياء الامور ينتظروا عشان ابنهم على باب اللجنه عشان يطمئنوا عليه. ده مهم جدا في المعادله في الفتره الجايه، وهو ده اللي جاي يستخوفنا ان اذا قلق حضرتك يا دكتور حسام مش من اللي مش ان الطلبه يروحوا المدارس يادوا الامتحانات داخل اللجان، لان حضرتك عارف ان الدوله المصريه واخده كافه الاجراءات الوقائيه والاحترازيه، ولكن تخوف حضرتك بقى من سلوكيات الطلاب والاهالي، وده طبعا بكل تاكيد يعني مش مسؤوليه الدوله، مسؤوليه المواطن زي ما حضرتك بتقول. ده اكيد، فعشان كده احنا بنخاطب المجتمع المصري والمواطن المصري. الدوله قويه جدا، خدت وعملت كل الاجراءات اللازمه، بالعكس هي من احسن الدول اللي اتعاملت مع الازمه، لكن لو سمحتوا لازم نكون احنا خايفين على بلدنا وخايفين على انفسنا اكتر من اي حد تاني. طيب دكتور، هرجع مع حضرتك لجزئيه هامه ايضا، وهي موضوع تخوف او زي ما صرح بعض العلماء انه جزء قال لك لا احنا داخلين على الموجه الثانيه، او ظهور حالات جديده للاصابات في بكين بعد ما اعلنوا انه لا خلاص الصين مثلا على سبيل المثال قضت على هذا الوباء. هل في دوله دلوقتي تقدر تقول انا داخله على موجه ثانيه، او ان انا قضيت على هذا الوباء بالكامل يعني تتغاضى عن الاجراءات الاحترازيه؟ الدولة الوحيدة في العالم اللي اعلنت قضاءها على الوباء بالكامل هي كانت الصين، ثم بدأت تظهر فيها بعض الحالات الفترة اللي فاتت. هل في موجة تانية؟ زي أي فيروس في الدنيا خلق من بدء الخليقة، هو يعني كائن يتميز بالتحور، يعني يقدر يتحور ويغير شكله. هل التحور ده تم في هذه المرحلة؟ لا، ما تمش في هذه المرحلة، هو حصل بعض التغيرات لكن لم يحصل تحور كامل. هل في احتمال موجة تانية؟ احتمال كبير أن يحصل موجة تانية، لكن خلينا نقول كأطباء بنقول إذا ظهر الدواء مهما تحور الفيروس فأصبح علاجه سهل. فعشان كده احنا حربنا الأساسية مع الفيروس، وسرعتنا مش ان يحصل موجة تانية، احنا سرعتنا ان يحصل يبقى في دواء فعال وآمن لهذا الفيروس. عندما تحصل موجة تانية اهلا وسهلا، هنبقى احنا جاهزين بالدواء، فمش هيبقى في خطر على اي مواطن مصري بإذن الله تعالى ان شاء الله. طيب دكتور، هرجع برضو في جزئية هامة جدا، وهي المتعلقة بفترة الصيف ودرجات الحرارة. كتير جدا كانت من الأبحاث السابقة بتقولك إنه هذا الفيروس بيتأثر بدرجة الحرارة، لكن إحنا مع ارتفاع درجات الحرارة في عدة دول ودخلنا إحنا كمان فصل الصيف، شفنا معدلات درجات حرارة 36 و37 وتصل إلى 40، ولكن مازال في إصابات. إذا إنه هذا الفيروس ما نقدرش نقول إنه بيتأثر بدرجة الحرارة المرتفعة، أو إن هي ممكن تكون سبب في ضعف هذا الفيروس على وجه التحديد. خلينا نقول سعادتك احنا أكدنا الكلام ده من شهر 4 لما قالوا الحرارة هتخضع الفيروس، قلنا لهم هذه ليست بدراسة، هذه توقعات، والتوقعات دي غير علمية بالمرة. وكان أساس كلامنا إن في بعض الدول الاستوائية وبعض إخواتنا في الدول العربية اللي حرارتهم من شهر 4 بتبقى أعلى مننا، وكان نسبة الإصابة فيهم عالية. فدي ليست بدراسة، هي كانت توقعات، وللأسف الشديد كنا نتمناها أنها تكون صحيحة رغم عدم وجود دراسة علمية عليها، لكن للأسف هي توقعات لم تثبت فعاليتها. الفيروس لا يتأثر بالحرارة. طيب دكتور، الأشخاص كمان احنا بنشوف انه حتى في بعض الأشخاص المصابين، يعني الناس بيقولوا انه قوة الفيروس أو قوة الإصابة ما بقتش زي الأول أو زي ما بدأ في البداية. هل حصل ضعف في الخصائص؟ يعني معظم الحالات اللي احنا بنشوفها دلوقتي ناس كتير جدا منها ممكن تقعد في البيت في العزل المنزلي تتلقى العلاج العادي دون الحاجة للذهاب للمستشفى أو دخول رعاية مركزة أو لا قدر الله الوضع على أجهزة التنفس الصناعي. من خلال الأبحاث والدراسات اللي حضرتك بتتابعها، نقدر نقول إن الفيروس بيضعف فعلا ولا لسه ما نقدرش نحكم على ده؟ خلينا نقول ان المشاهده الوحيده الموجوده دلوقتي على ارض الواقع ان نسب البسيطه او المرضى الذين اصابوا بالفيروس باعراض بسيطه او المايلد كيسز اعلى، نسب التعافي في المايلد كيسز بقت اعلى، نسب خروج المرضى من العزل بقت اعلى، نسب استجابتهم للعلاج بقت اعلى. فده بيدي مؤشر ان في ضعف للفيروس، فدي المؤشرات اللي اتكلمنا عليها ان في ضعف للفيروس، ان الحالات البسيطه نسبتها اكتر، نسبة تعافيها أكتر، سرعة الشفاء أكتر، نسبة الخروج من العزل المنزلي بقت أكتر. عشان كده قلنا إن في
ضعف في الفيروس. لكن ارجو ان الكلمه دي ورغم انها كلمه علميه لا تدعي الى ان احنا نفقد الحذر بتاعنا. الفيروس بقى ضعيف، ايوه الفيروس بقى ضعيف، لكن ما زال مرض لا يوجد له علاج فعال حتى هذا الان. هو كل ما هو فعال هو بروتوكولات علاجيه، فمش معنى ان احنا نقول ان الفيروس بقى اضعف واحنا بنأكد على دي، لكن بنقول ان احنا لا نفقد الحذر في اي لحظه، لان في بعض الحالات مهما كان الفيروس ضعيف، لكن في بعض الحالات اللي عندهم خلل مناعي نتيجه امراض مزمنه او نتيجه ان هو ترك الفيروس فتره وعنده اعراض بقاله اسبوع او 10 ايام بدون علاج، بتحول الفيروس لحاله شديده وبدليل نسبه الوفيات الموجوده. عشان كده الفيروس اضعف بالدلائل، لكن الحذر الحذر الحذر، ما نتركش فرصه ان هذا الفيروس يتمكن مننا. عشان كده انا بتخوف من هذه الكلمه ان احنا تدي بعض الامان الزائف، فالمريض يقول لك ما هو بقى اضعف، انا ممكن مناعتي تسيطر عليه. الجزئيه الاخرى يا دكتور برضو واللي احنا برضو بنتابعها فيما يتعلق بمعدلات الشفاء، وهو استخدام بلازما المتعافين، بنشوفها الحقيقه جايبه نتائج ايجابيه في عدد كبير الحمد لله من الحالات، ولكن في بعض الحالات الاخرى برضو ربما تكون هي حالات حرجه بتاخد البلازما لكن ممكن لا قدر الله لا يكتب ليها شفاء. ايه الفرق او ايه اللي بيخلي حاله اقدر اقول ده لو خد البلازما هيتحسن، لا ده ممكن ياخد البلازما بس ما يجيبش نتيجه؟ انا اشكر حضرتك على السؤال ده، ان حضرتك قلت كلمه كويسه جدا، بعض الحالات الحرجه. فخلينا نقول ان حتى هذه اللحظه البلازما في مصر هي دراسه، جايز دراسه واعده جدا ونتائجها الاوليه مبشره، لكن جزء من الدراسه ان البلازما لا تعطى للحالات الحرجه. وكلمه حالات الحرجه هي الحالات اللي اتحطت على جهاز تنفس صناعي او كانت محتاجه ادويه تدعم الجهاز الدوره الدمويه. هدف دراسه البلازما اساسا هي عدم وصول الحاله الشديده الى حاله حرجه. فاذا اعطي البلازما لحاله حرجه نتائجه ضعيفه جدا وغير جيده. يبقى لازم نأكد على جزئيتين، البلازما هي ما زالت دراسة تحت التجربة، نتائجها الأولية مبشرة جدا لكن ما زالت دراسة. البلازما لا تعطى إلا الحالات الشديدة لمنع إن العيان ده يتحط على أجهزة دعم التنفس وعدم وصول الحالة إلى حالة حرجة. ده الهدف الأساسي من الدراسة. لكن الهدف الأكبر اللي احنا لازم نتكلم فيه، مش أي مريض تعافى من مرض الكورونا يصبح ان هو يقدر ان هو يتبرع ويتبرع ويكون متبرع جيد. علشان اللي بيحصل في مصر من بعض الناس اللي عندهم امال فيبداوا يدوروا على متعافي، بلازما المتعافين لازم تكون فيها اجسام مضاده بنسبه معينه عشان نقدر نقول انها تناسب انها ده يقدر يتبرع بيها وتاخد لمريض. وده لا يتم الا داخل وزاره الصحه المصريه، عشان هم اللي عندهم قدره بس ان هم يشوفوا حاجه اسمها نيوترلايزنج انتي بودي، ويشوف هذا معدل الاجسام المضاده ومدى فعاليه هذه البلازما. فليس كل متعافي يصلح للتبرع بالبلازما، دي كلمه لازم ناكد عليها، ولازم المصريين يبقى عندهم هذا الفكر، لان في تحاليل كثيره بتتم على البلازما واهمها نسبه الاجسام المضاده داخل هذه البلازما. هل هي عدت رقم معين فنقول ان في اجسام مضاده بنسبه جيده تؤدي إلى تقليص المرض وتحييد الفيروس فتؤدي إلى الشفاء بإذن الله. أرجو نكون من خلال منبرك ده ومن خلال يعني مستمعينك ينشر هذا الخبر، ليس كل متعافي من الكورونا البلازما بتاعته تصبح مناسبة، لأن لازم يكون في نسبة معينة من الأجسام المضادة داخل هذه البلازما تسمح بان هي تعطى للمريض فتبقى فعاله في السيطره على المرض. يعني الحقيقه دكتور حسام انا بشكر حضرتك جدا على هذه المعلومه، وبشكر حضرتك على التوضيح الاخير، لانه زي ما حضرتك ذكرت بعض الناس تجرد بموضوع البلازما للمتعافين، اذا ليس كل مريض متعافي من فيروس كورونا قادر على التبرع بالبلازما وشفاء شخص اخر. معلومه هامه جدا 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 من الدكتور حسام حسني رئيس اللجنه العلميه لمكافحه فيروس كورونا بوزاره الصحه، بشكره على وجوده معانا، بشكره ايضا على كل المعلومات القيمه اللي اضافها لينا. ويا ريت ناخد بهذه النصيحه والجزء الاخير عشان ما حدش يتاجر على الناس، ليس كل متعافي من فيروس كورونا قادر على التبرع بالبلازما وشفاء شخص اخر، لازم يكون ليه نسب وتحاليل واجسام مضاده معينه لازم تكون اتكونت عنده.
اسيب حضراتكم، توحشوني جدا. لحد بس بكره الصبح الساعه 8 ان شاء الله لما ارجع لكم مره تانية وحلقه جديده من هذا الصباح. تحياتي ليكم، اسماء مصطفى، اشوفكم على خير، خلي بالكم من نفسكم.